من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العلي العظيم. ورد في الحديث الشريف الذي رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف ورواه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في التهذيب وكذلك رواه غيرهما أنه لما زوج رسول الله فاطمة لعلي عليهما الصلاة والسلام قالوا بالرفاء والبنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، بل قولوا على الخير والبركة. الرفاء بالهمزة، وفي بعض النسخ الرفاء بالألف بدون همزة، بمعنى الانسجام. البنين هم واضح. هذا الكلام اللي لا زال الآن أيضا نسمعه في مجتمعاتنا حينما يريدون تهنئة الزوجين بالزواج ويقولون بالرفاء والبنين بالهاء، هو الصحيح بالرفاء بالهمزة أو بالرفا. هذا الكلام كان من التبريكات الذي كانت متداولة في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، حينما كانوا يريدون أن يباركوا للزوجين زواجهم كانوا يقولون هذه الكلمة: الانسجام والبنين. زين الانسجام بين الزوجين لو مو زين؟ زين. أن يكون للإنسان بنين زين لو مو زين؟ زين. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا، لا تقولون هذه الكلمة بالزواج. وإذا ما كنتوا سامعين هذا الحديث سابقا فمن الآن فما بعد، لأنه أنا سامع كثيرا في مجالس الزواج يباركون بهذا اللفظ، وهذا الرسول نهى عنه. بس مو نهي تحريم، مو حرام، ولكن شيء ما لا يحبذه الرسول صلى الله عليه وآله. بل قال، بل قولوا، يعني الرسول قال: بل قولوا على الخير والبركة. لماذا؟ الانسجام زين بين الزوجين، أن يرزقهم الله عز وجل بنين، هذا هم زين. فلماذا رفض رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الأمر؟ الجواب على ذلك أمران. الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك الإسلام أراد أن يغير جميع العادات الجاهلية حتى العادات الحسنة، تبديل تلك العادات الحسنة إلى الأحسن. يعني أي عادة كانت في الجاهلية موجودة حتى لو زينة وجيدة، لكن الإسلام أراد أن يغيرها إلى الأفضل. لماذا؟ لأن كثير من الوقائع ترتبط بعضها بالبعض الآخر. يمكن شيء يكون زين، ولكن باعتبار ارتباطه بأحداث غير مناسبة، عندما الإنسان يذكر ذلك الشيء الزين أو
يسمع ذلك الشيء يتداعى له أشياء أخرى. كثير من الأحيان الإنسان يحدث له تداعي، يشوف شيء يتذكر أشياء أخرى، هذا في علم النفس يسموه التداعي، يرى شيئا يتذكر شيئا آخر. لعله هذه العادات الحسنة التي كانت في الجاهلية كانت مرتبطة بأمور غير جيدة، فإذا الإنسان ذكر تلك العادة الجيدة يتداعى له أشياء غير مناسبة، غير صحيحة، مرفوضة. فلذا حتى هذا المقدار الإسلام حاول تغييره حتى لا يصير تداعي لأمور غير مناسبة، وتبديله بما هو أفضل. يعني الإسلام لا يحارب العادة الحسنة، وإذا لجهة أراد تغييرها يغيرها إلى الأفضل، إلى الأحسن. لذا حتى نلاحظ أنه كان الجاهليون يبدأون كتاباتهم بهذه العبارة: بسمك اللهم. هذه كان الجاهليون حينما يكتبون كتابا يبدأون بهذه العبارة. الإسلام أجا غيرها، هسه بسمك اللهم بإشكال؟ لا، ذكر الله عز وجل، غيرها إلى بسم الله الرحمن الرحيم. لعله أيضا لهذه الجهة، بسمك اللهم أو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم أفضل. ليش؟ لأنه الذكر لله عز وجل وزيادة، وصف الله عز وجل برحمن ورحيم. ولكن لعله أيضا لهذه الجهة، أن هذه الكلمة على رغم حسنها لعلها ارتبطت بأحداث، ما يريد الإسلام يصير تداعي لتلك الأحداث. ولعله من الجهات بالرفاء والبنين اللي الإسلام رفضها، أنه عند العرب الجاهليين كان المهم أن المرأة تلد أولاد ذكور لا إناث، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فالإسلام يجي يقول لا، ماكو فرق بين الذكور والإناث، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه الثقافة أنه الولد أفضل من البنت، وإذا المرأة ولدت بنت كانت تلام على ذلك، هذه الثقافة الإسلام يريد يلغيها، ماكو فرق، هذه نعمة من الله عز وجل وذاك نعمة من الله عز وجل، وإذا الله اختار لي أو لكم ولد فأرضى بذلك، إذا اختار لي أو لكم بنت فأرضى بذلك. فهذه الكلمة والبنين ارتبطت بهذه العادة الجاهلية، تفضيل الولد على البنت، فالإسلام أراد أن يلغي هذه العادة وما يستتبعها. زين، بعد هذه المقدمة نقول أنه هناك الإسلام أسس بمجموعة من السنن ومجموعة من العادات في كل شيء، من صغير الأمور إلى كبيرها. الالتزام بهذه الأمور لعله مو واجب، باعتبارها من السنن، من المستحبات مثلا، أو بعضها من المكروهات، تركها مو لازم، وبعضها عادات يعني حتى قد لا تكون مستحبة، ولكن ينبغي علينا الالتزام بجميع هذه الأمور. لماذا؟ أولا، القرآن الكريم يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة في كل شيء، حتى في أموره العادية. إحنا نعتقد خلافا للسنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم في كل شيء، حتى في أموره العادية معصوم. السنة أو كثير منهم يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم فقط في تبليغ الرسالة، وفيما سوى ذلك ليس بمعصوم. وأكو في البخاري ينقلون أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر على جماعة من الناس يؤبرون النخل، تلقيح النخل، لأنه النخل إذا ما أبر يعني ما لقح ما يثمر،
فمر على مجموعة من أهل المدينة، لأن المدينة مركز نخيل ومكة ما كان فيها نخل، يؤبرون نخيلهم. فنهاهم رسول الله عن ذلك. ما معناه يعني؟ قال شنو هذا العمل اللي تسووه؟ يعني كأنه مثلا رسول الله لأنه كان في مكة ومكة ما بيها نخيل لا يعرف هاي مسألة التأبير. فذولا شافوا ما دام الرسول قال لهم شنو هذا العمل ليش تتأبرون، فتركوا التأبير. ففي موقع الثمر ما أثمر، طلع شيش. فأجوا لرسول الله وقالوا له أنه أنت قلت كذا ولماذا؟ رسول الله قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا في صحيح البخاري موجود ما يسمونه صحيح البخاري، يعني أنا ما أعرف أمور الدنيا، أنتم أعلم في أمور دنياكم. زين، أما إحنا لا نعتقد بهذا الاعتقاد، نعتقد أن رسول الله معصوم في كل تصرفاته حتى التصرفات العادية، يعني في أكله، في شربه للماء، في كلامه وأمثال ذلك. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكل شيء وكل فعل من رسول الله أسوة لنا، ينبغي أن نقتدي به حتى في أموره العادية، حتى في طريقة لبس الملابس، حتى في طريقة الأكل، في طريقة الجلوس، في طريقة الماشي، في طريقة الزواج، في طريقة العشرة مع الأهل مع الأولاد. ولهذا السبب الله عز وجل، هذا هم بين قوسين نذكره نرجع إلى موضوعنا، البعض يتساءل أنه لماذا الله عز وجل ذكر في القرآن أدق تفاصيل حياة الرسول مع زواجاته. الرسول في يوم أكل عسل مثلا، ثم جاء إلى عائشة أو في البيت، فاتفقت عائشة مع حفصة أنه يقولون أن من فم رسول الله رائحة بخر موجود، فالرسول صلى الله عليه وآله صمم أن لا يشرب عسلا. بعد ذلك نزلت سورة كاملة في القرآن، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، كذا كذا، السورة كاملة. شنو داعي؟ لماذا؟ البعض يتساءل هكذا. أو تفاصيل قضايا الرسول مع زواجاته، لماذا؟ الجواب على ذلك أن الله عز وجل أراد لرسول الله أن يكون أسوة للأزواج وللزواجات أيضا. وشلون يكون أسوة غير أنه تفاصيل حياته الخاصة يجب أن تطرح على المجتمع المسلم حتى يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يتعامل مع زوجاته حتى يتأسى به؟ واضح بعد هذا هو السبب، لعله يعني هذا هو السبب في ذلك. فما دام الله عز وجل أراد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة لنا في كل شيء، فينبغي علينا أن نقتدي برسول الله في كل شيء. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول ولقد كنت أتبعه، يعني أتبع رسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. الفصيل يعني ولد الناقة، هذا يشوف أنه أمه الناقة أين تضع قدمها فيضع قدمه في نفس المكان بعكس سائر الحيوانات. هذا تشبيه، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. وفي كلام آخر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول فليتأسى متأسى بنبيه وإلا فلا يأمنن الهلكة. المقصود أنه إحنا يجب أن نحافظ على العادات والسنن التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله ونطبقها في كل شيء. لماذا؟ لأن الإسلام شنو هو؟ الإسلام فقط الواجبات والمحرمات؟ لا، الإسلام منظومة متكاملة، الواجبات جزء من هذه المنظومة، المحرمات جزء من هذه المنظومة، وأكثر هذه المنظومة المتكاملة شنو هي؟ أمور أخرى. هذه الأمور الأخرى عندما تجتمع تكون شخصية الإنسان المسلم. الآن مثلكم مثال، ما هو المقدار الذي يجب على الرجل ستره من جسده؟ مقدار قليل الواجب. زين، هسه اذا فد واحد رجل جاء في مجلس الرجال بمقدار اللي المقدار الواجب من الستر، الا يعاب عليه ذلك؟ الا يقال له ان هذا خلاف المروءه؟ ليش؟ مو حرام. يقال له صحيح مو حرام، ولكن هناك اقسام اخرى من الجسد ينبغي عليك ان تسترها. صحيح مو واجب، لكن فد انسان يعيش في مجتمع عليه ان يراعي ما في المجتمع. صحيح مو حرام،
ولكن مراعاة لازمة، وإذا لم يراعيها فهو خلاف المروءة. الإسلام هم مو فقط واجبات ومحرمات، نظام متكامل. إذا واحد ما لاحظ هذه العادات الإسلامية والسنن الإسلامية ولو هي مو واجبة ولا محرمة تركها، ولكن هذا يكون ليس هو الشخصية المسلمة التي أرادها الله عز وجل. ولذا تلاحظون أن الغرب حينما دخل إلى بلاد المسلمين ولحد الآن يحاول تغيير حتى العادات البسيطة. ليش يريد يغير العادة البسيطة؟ سؤال. يعني مثلا عندما جاء الاستعمار البريطاني في إيران، فرض الشاه الأول على الشعب في إيران أن لا يستعملوا الملابس اللي كانوا يستعملوها، كانوا يستعملون قباء وشيء شبيه الدشداشة، وفرض عليهم السترة والبنطلون فرضا، يعني إجبار. بس إذا في بعض المناطق ماكو إجبار، لكن في إيران صار إجبار على ذلك، وكذلك في تركيا. لماذا؟ شنو هو اللباس؟ شنو إذا هذا الثوب لو غير ذا هذا الثوب؟ الجواب، الاستعمال يريد فرض ثقافته. صحيح الثوب لا يؤثر، ولكن عندما تجتمع آلاف القضايا الجزئية يجتمع بعضها مع البعض الآخر، تشوف أن هذا بعد ما صار شخصية شخصية المسلم، صار له شخصية أخرى، شخصية مفروضة عليه، ليست جزئية واحدة من الجزئيات، ولكن هذه الجزئيات تجتمع بعضها يجتمع مع البعض الآخر، تشوف أنه صار مسخ للشخصية المسلمة. فهو بالظاهر متدين، يعني يصلي يصوم، ولكن لا يمتلك شخصية الإنسان المسلم. يمكن جزئية من الجزئيات مو مضرة، الجزء الثاني هم مو مضر، الثالث هم مو مضر، الرابع هم مو مضر، لكن حينما يجتمع كله معا، وإذا تريد تقول أنه إذا قال لك أنا فاعل فعل محرم تقول له لا، يقول أنا تارك واجب تقول له لا، بس نقول له هذه الشخصية ليست هي الشخصية المسلمة. صحيح أنت ما تارك واجب أو ما فاعل محرم، لكن شخصيتك ليست الشخصية المسلمة التي يريدها. فلذا التركيز على العادات الإسلامية، نكرر عليها العادات الإسلامية، لأنه أكو عادات ليست إسلامية دخيلة على المجتمع صارت عادة. التركيز على العادات الإسلامية حتى في الأمور العادية ينبغي على المسلم أن يراعيها، يركز عليها، يحاول يطبقها مهما استطاع. يمكن بعضها لا يمكن تطبيقها باعتبار أنه تأثير الثقافة الغربية جدا قوي، وبعض الأمور صارت خلاف متعارف، وإذا الإنسان يريد يطبقها يصير شاذ في المجتمع، ذاك أخو استثناء. لكن بشكل عام مهما تمكن الإنسان أن يطبق العادات والتقاليد والسنن الإسلامية التي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله في كل صغيرة وكبيرة مهما تمكن، وإذا صار ذلك يصير شخصية مسلمة، شخصية متكاملة الجوانب من مختلف أمور. وإذا واحد سوى، الثاني سوى، الثالث سوى، الرابع سوى، شوية شوية يصير عادة اجتماعية، لأنه هذه الأمور أيضا تنتشر، كما أن الخير ينتشر الشر أيضا ينتشر، الخير أيضا ينتشر. فليتأسى متأسن بنبيه، وإلا فلا يأمنن الحلكة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ببركة السيدة فاطمة المعصومة، وبركة أخيها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وببركة الرسول وآله، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها